صباح الخير مرة تانية، رجعنا لكم ومعانا فقرة طبعا دايما كل يوم في صباح المصري بنقدم لكم الفقرة دي علشان يبقى جرعة يعني بسيطة أو مبسطة عما تقول الصحف الصادرة دايما في كل صبح في القاهرة. نبدأ من موقع رئاسة الجمهورية ونشوف هذا الخبر الذي يعنون الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ البابا تودروس الثاني والمصريين بمناسبة عيد القيام المجيد. في التفاصيل، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد بالروابط الطيبة والمشاعر الصديقة التي تجمع بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعيا الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم وأن ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم. كما بعث الرئيس برقية تهنئة لأبناء مصر المسيحيين في الخارج معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد ولمصر بمزيد من الخير والنماء. هنروح لخبر آخر وأخبار اليوم. القوات المسلحة تقوم بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بعدد من دور العبادة انطلاقا من الدور الفعال الذي تقوم به القوات المسلحة في مساندة كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وفي إطار مشاركة القوات المسلحة الإخوة المسيحيين للاحتفال بعيد القيامة المجيد. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم للعديد من دور العبادة التي تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين عليها خلال عيد القيامة المجيد. وتم تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وما بها من قاعات ملحقة وكنيسة العذراء بزيتون وكنيسة ماري مرقس بشبرا، فضلا عن القيام بتطهير وتعقيم كنيسة البازليك بمصر الجديدة والكنيسة الإنجيلية في شارع بيروت، وطبعا ده لضمان الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين المترددين على الكنائس. طبعا الحديث هذه الايام يدور حول المنتجات الزراعيه، وعندنا مساحات كبيره جدا، مشروعات قوميه كبيره جدا للزراعات واستنباط ايضا محاصيل جديده وبالتالي تصديرها على اسس وقياس جوده عالميه الى الخارج. في خبر في الاهرام بيتحدث عن ان التخطيط تقول زياده الانتاجيه الزراعيه ب 30% بحلول عام 2024. في التفاصيل، وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه قالت ان الاهداف الاستراتيجيه لقطاع الزراعه في برنامج الاصلاحات الهيكليه تشمل زياده لمساهمه القطاع في الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 12% في العام 2024 وزياده الانتاجيه الزراعيه بنحو 30%، وده هيخلق فرص عمل جديده مع زياده لدخول صغار المزارعين، ده المهم طبعا، بحلول عام 2024. الوزارة ذكرت عبر صفحتها الفيسبوك أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة تشتمل أيضا على زيادة لصادرات المحاصيل والصناعات الزراعية مضاعفة لحصة القطاع الزراعي في الصادرات تصل إلى 25% في عام 2024، وده مع ضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي وتحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي من المرتبة رقم 60 إلى 50 من بين 113 دولة. طبعا ده رقم قياسي كبير ومهم جدا. خبر آخر في الشروق، وزير التنمية المحلية يوجه بغلق جميع الشواطئ في المحافظات الساحلية خلال شم نسيم. وجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي المحافظين بالاستمرار في غلق جميع الشواطئ في المحافظات الساحلية خلال شم النسيم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ومنع الانتشار فيروس كورونا. وطلب شعراوي في بيان له بالأمس بالتنبيه على القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ووجه أيضا برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية اللي أعلنتها الدولة للحد من انتشار الفيروس. وأيضا وجه بغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف هذه القرارات. الهوس بالفراعنه بالحضاره الفرعونيه طبعا ده شفناه يعني لما فتحنا متحف الحضارات ونقلنا 18 ملك واربع ملكات طبعا يعني 22 ملك وملكه طبعا الى متحف الحضارات، ده بيدل على مكانه مصر العالميه والهوس بالحضاره الفرعونيه والسياحه. عشان كده يمكن عندنا النهارده فقره مهمه عن اهميه السياحه الافتراضيه
في الترويج السياحي، يعني السياحة عن طريق عن بعد أو عن طريق الإنترنت طبعا عشان إجراءات كورونا. وعشان كده يمكن في خبر مهم جدا في روزاليسو بيقول إن سياحة النواب بتتكلم، سياحة النواب يعني أعضاء لجنة السياحة مجلس النواب بيقولوا نشر السفارة الأمريكية لصور الأهرامات من الفضاء ده ترويج عالمي لمصر. طب تعالوا شوف بقى التفاصيل ايه، لان احنا شايفين الاهرامات المصريه عن بعد عن طريق الاقمار الصناعيه. عضو لجنه السياحه والطيران بمجلس النواب النائب احمد ادريس، وحقيقه عضو عن محافظه الاقصر، بيقول ان التقاط وكاله الفضاء الامريكيه ناسا صوره لمشهد الاهرامات الثلاثه من الفضاء وحرص السفاره الامريكيه في القاهره على انها تنشر هذه الصور، ده يعني بيدل او يعد اكبر دعايه ترويجيه للسياحه والاثار المصريه للعالم ككل. ودعا في بيان صحفي وزارة السياحة والآثار وكل وسائل الإعلام طبعا بإعطاء أكبر اهتمام بهذه القضايا لكي تسلط الضوء عليها على مستوى العالم، باعتبارها من أهم الوسائل، وسائل غير التقليدية أو خارج الصندوق للترويج للآثار والحضارة الفرعونية اللي بتحظى باهتمام كبير لدى كل العالم. وجه التحية طبعا لوزارة السياحة والطيران. وعايزين نقول إن الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في القاهرة شارك عبر تويتر صور ناسا اللي التقطتها لمشهد الأهرامات الثلاثة في وسط الجيزة، وعلقت قائلة: وستظل أهرامات الجيزة هي الموضوع المفضل. في جريدة الجمهورية والموقع الخاص بها القصير متابعة مستمرة وإزالات فورية للتعدي على الأراضي الزراعية. تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعمال غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها وإزالتها في المهد. وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على الربط والتواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية في الوزارة وغرف العمليات الفرعية في المحافظات والإدارات الزراعية وتلقي شكاوى المواطنين حول أي حالات للتعدي والتعامل معها فورا واتخاذ اللازم لإزالتها في المهد.